أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. واليوم اخترنا لكم رائد أعمال ورجل أعمال مميز من جمهورية إيران الإسلامية. اخترنا لكم السيد نور الدين، مؤسس وصاحب شركة مدينة الزعفران للتجارة. بداية السلام عليكم مستر نور الدين. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. أهلا وسهلا، أهلين فيك مستر نور. مستر نور، حابين اليوم نتعرف على حضرتك ونعرف السادة المشاهدين على مستر نور الدين. السلام عليكم ورحمة الله. وبعد مشاهد الكرام، اللي جاي من إيران فتحون المحل بالإمارات، الحمد لله أكثر تقريبا 25 سنوات ما شاء الله. وجيبوني الأغراض من كل عالمية، من الحين باكستان الأفريقي وإيراني وشيء كله. وعندنا بعد مصنع بالبحرين الحمد لله، ما يلعشاب شيء. وبعد ما شاء الله، يعني انتوا اليوم مستر نور شغلكم بدك تقول بجميع أنواع البهارات. نعم، جميع أنواع البهارات. اليوم هاي البهارات أنتوا بتستوردوها من جميع أنحاء العالم، شو الإشي اللي بيميزكم بشغلكم؟ اليوم إحنا بنشوف بالسوق الكبير بدبي ما شاء الله كثير في محلات تشتغل بالبهارات، اليوم إيش الإشي اللي بيميزكم؟ هذا المهم إنك جاي الأغراض الطازج وفريش من كل العالم، وبعد الحمد لله تواصلنا مع زبوننا زين. وبعد بتبيعوا انتوا بالجمله وفي مفرق، بالجمله وبالمفرق ما شاء الله. طيب مستر نور، اليوم حابين نحكي ايضا كمان على دوله الامارات العربيه المتحده، الامن والامان بدوله الامارات العربيه المتحده. بوجه الرساله الشكر للشيوخ لدوله الامارات، سمو الشيخ محمد بن زايد والشيوخ الشيخ محمد بن راشد واخوانه وجميع الحكام والشيوخ دوله الامارات. ما شاء الله ما شاء الله. وايضا احنا برضه بنتوجه برساله شكر لجميع حكام وشيوخ دوله الامارات العربيه المتحده على توفيرهم للارض الخصبه للاستثمار وتشجيع الاستثمار بدوله الامارات. في نهايه برنامجنا سيد نور الدين، حابين نعرف الساده المشاهدين على موقعكم، وين موقعكم انتم؟ موقع بالسوق الكبير، بالدائره السوق الكبير، سوق الراس، منطقه الدائره يعني. وكيف بتم التواصل معكم؟ مع أرقامنا في رقم الأرضية وفي رقم الواتساب. إن شاء الله كل الأرقام هاي راح تظهر أسفل الشاشة مستر نور. في نهاية برنامجنا مستر نور، حابين نقول لك شكرا جزيل الشكر مستر نور. مشكور لدورك. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.